نطل عليكم هذه الليلة في صفحة جديدة من أخبار ليبيا. هذه الأخبار تعيشونها في كل لحظة، نسلط عليها الأضواء إما لإيجاد حل لها وإما لتنبيه من يهمه الأمر بشأنها. ماذا يمكن أن نقول والبلاد تغلي عشية انتخابات أكثر من حامية؟ الأمر المؤكد الوحيد فيها هي أنها غير أكيدة، لكننا سنتحدث عن مواضيع تهمنا وتهمكم، لا سيما عن العنف المستشري في العمل وفي المنزل. لكننا لن ننسى أن نقول إن وطننا جميل بربوعه، ونتوقف في حناياه الخلابة على غرار وادي درنا. معاناة موظفي الصرف الصحي في تجورة. إدارة التحلية في طبرق تقفل المحطة. موسم الرمان في وادي درنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هنا ليبيا، حيث أعلن المستشفى الميداني العسكري في مدينة جدابيا تسجيل إصابتين بفيروس كورونا وتعافي حالتين من الإصابة بعد تلقيهما العلاج اللازم من قبل الأطقم الطبية في المستشفى. وقال مدير المستشفى الدكتور عبد العالي الزقزاق لبوابة الوسط إن المستشفى الميداني يأوي الحالتين المصابتين، كما غادرت حالتان بعد شفائهما وتعافيهما من الإصابة وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهما. تحديات عدة تواجه العاملين فرع شركة المياه والصرف الصحي في تجورة أدت إلى توقف العمل في الكثير من الأحيان، حيث خرجت أغلب الأليات عن العمل الخاصة بتسليك وشط المياه بسبب عدم توفر قطع غيار لها وعدم صرف ميزانيات تشغيلية لفروع الشركة التابعة للمياه. التفاصيل مراسلنا عز الدين بولعوينات. تحديات عدة تواجه العاملين بفرع شركة المياه والصرف الصحي بتجورة أدت إلى توقف العمل في الكثير من الأحيان، حيث خرجت أغلب الآليات عن العمل الخاصة بتسليك وشفط المياه بسبب عدم توفر قطع غيار لها وعدم صرف ميزانيات تشغيلية لفروع الشركة التابعة للمياه والصرف الصحي. المشاكل بالنسبة لتجورة رأي شركة المياه والصرف الصحي أيامات بأكثر من سنتين وثلاث سنين لا شيء يعني جينا منها بكل، لا مضخات ولا سيارات جديدة ولا مرتبات تنزل في وقتها ولا تأمين صحي. ناس عندنا مرضى قداش واحد في واحد، يعني أحمد لطعي زميلنا، عبد السلام لطعي، عبد السلام عمران، عثمان بوغر، سالم الزطريني، هذول أصابوا بعمل وإصابة عمل يعتبروا، إحنا توني إصابة عمل، يعني لا في حد ينظر لنا ولا يشبه لنا أبدا. إحنا تو الفترة هذه خمسة مشاريع قدمناها، خمسة مشاريع شركة المياه والصرف الصحي مسمار ما عاونتناش. مكتب تجورة يغطي معظم المناطق المحيطة به، بداية من بلدية تجورة وعين زارة والقربولي وقصر خيار وحتى مدينة ترهونة، وهو ما يفوق قدرة شركة المياه والصرف الصحي فرع تجورة على القيام بأعمالها لعدم توفر الدعم والإمكانيات، الأمر الذي ينذر بكوارث بيئية نتيجة عدم قدرة الموظفين على أداء عملهم. لا عندنا مضخات للشتاء باش ناخذوا المي تمطر، لا عندنا مطير، لا عندنا ظروف غياه، هذا ما عندناش بك. والدليل قدامكم السيارات كلها راكده، حتى سيارتنا راكده، سياره تالك مستحيل تحصل باش تطلعها، بدل يومين ثلاثه تو شهرين سته تاكلها خزيز وتمشي. وبالنسبه للوضع المالي يشبحوا في جماعه كلها معيط، العهده ما فيش عهده. عهده ما عندناش حتى قرش باش يتحرك رئيس المركز ورئيس المكتب، ما فيش عهده بكل، لا تجوره لا قربولي لا انزاره. والله ما يكسبوا فيها حتى حاجه بكل، كلها تعاني. يطالب العاملون بفرع شركه المياه والصرف الصحي في تجوره لوضع حلول عاجله وسريعه لتوفير الامكانيات اللازمه وصرف كافه مرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ ثلاثه اشهر، ليتمكنوا من اداء عملهم وتسوية أوضاعهم إسوة بباقي الشركات العامة التابعة للدولة. عز الدين بالعوينات، دبليو تي في، طرابلس.
ومن جهة أخرى أصدر الموظفون بشركة المياه والصرف الصحي تجورة بيانا أكدوا فيه عن دخولهم في اعتصام تام والتوقف عن العمل حتى يتم تحقيق المطالب كافة وتوفير الدعم الكافي حتى يتمكنوا من أداء عملهم. نحن العاملين بمكتب خدمات تجورة عين زارة القربولي ونظر اتساع الرقعة الجغرافية الكبيرة لهذه المناطق، حيث تضم هذه المناطق عدد 3 مراكز خدمات تشغيل وصيانة تابعة لإدارة العامة تشغيل وصيانة طرابلس. قد دخلنا في اعتصام كامل من يوم السبت الموافق 13/11/2021 ونظر لوجود مشاكل كبيرة تخص مجال المياه والصرف الصحي وعدم وجود حلول للمشاكل الخاصة بذلك من قبل إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وذلك باستكمال المرافق التابعة للمكتب والمراكز التابعة له وصيانة الآليات التابعة للمراكز وعدم توفير أبسط مستلزمات لتشغيلها من زيوت وقطع غيار وعدم توفير وسائل العمل والزي الخاص بالشركة بالعدد الكافي. ونحن قادمين على فصل الشتاء لا توجد لدينا إمكانيات للقيام بالعمل على الوجه المطلوب، مع العلم بأننا قد قمنا بعدة مراسلات ولكن دون استجابة لهذه المطالب وعدم تمكين بدائل المتقاعدين والمتوفيين مما سبب في نقص في الكادر الوظيفي التابع للمكتب، وأننا مستمرون في هذا الاعتصام حتى يتم الاستجابة لهذه المطالب خدمة للصالح العام والله الموفق الاثنين الموافق 15/11/2021. شكرا. وحول بيان تجورة ينضم إلينا خالد العماري رئيس خدمة أو مركز خدمات القربولي. سيد العماري نرحب بحضرتك، أصدرتم بيان وأكدتم فيه على التأكيد على مطالبكم وتحقيقها، ما هي هذه المطالب ومنذ متى وأنتم تعانون من هذه المشكلة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية نشكر قناتكم الموقرة على الحضور إلى هذا الاعتصام الذي يوصل الصورة للناس ويوضح مطالبنا الشرعية التي سنتكلم عليها عبر قناتكم الكريمة. طبعا وباسم العاملين والتابعين بمكتب تاجورة عين زارة القربولي والذي يضم هذا المكتب 3 مراكز خدمات للمياه والصرف الصحي، مركز خدمات تاجورة ومركز خدمات القربولي ومركز خدمات عين زارة الجنوبي. طبعا لقد قمنا باعتصام من يوم السبت 13/11/2021 وذلك للمطالبة بعدة مطالب منها متعلقة بالعاملين جميعا وعلى مستوى انحاء ليبيا كافة وليس كمكتب تاجورة، ومنها متعلقة بتسيير ومتطلبات العمل لكي يتسنى لنا تقديم خدمة للمواطنين. طبعا بالنسبة للمطالب العاملين ما هي إلا حقوق مثل حقوق كل العاملين بالشركات الأخرى، يتمثل بالنسبة للحق الأول مشكلة تأخر الرواتب، تعتبر الرواتب الراتب حق أساسي للعامل وهو مصدر دخله لنفسه ولأهله ويعتبر مصدر قوت لعائلته. نأمل من الشركة إيجاد حل لهذه المرتبات المتأخرة وأن تكون بصورة شهرية. طبعا المطلب الثاني توفير التأمين الصحي للعاملين بالشركة، كما تعلمون بأن عملنا يقوم بالاحتكاك المباشر للمستنقعات والبنك وتسليك الغرف والصرف الصحي أثناء انسدادها في الأحياء. نعم. طيب سيد العماري عذرا للمقاطعة، كل هذه المطالب هل رفعتوها للجهات المسؤولة وإن كان في رد ماذا كان ردهم عليكم؟ والله طبعا صوت ما وصل للإدارة الشركة وصل طبعا الرد تم تكليف لجنة من قبل كم تكليف طبعا لجنة مختصة بإعادة هذه الطلبات ولحتى الآن يعني لم نجد هذه المتطلبات. طبعا ما كملتش حتى طلبات العاملين. نعم. طيب هذه الطلبات تم رفعها يعني لنا الحلقة وقتها ليس كبير سيد العماري، فنحب نستغل الوقت مع حضرتك ونشوف شنو هي أبرز التحديات وهل وصلتم للجهات المسؤولة مباشرة أم لا؟ يعني التحديات الأكثر شيء تواجهنا طبعا اللي هي طبعا كما
كما تعلمون بالنسبه للبنيه التحتيه في 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 المناطق هذه الثلاثه وجميع انحاء ليبيا نعاني منها بشكل كبير جدا، وهذه التحدي الكبير هذا شيء واجهنا عدم توفير محطات معالجه في هذه المدن. يعني نحن نغرق بالمستنقعات الصرف الصحي، هناك لاجونات ممكن دخيل عفص الشواء ممكن تنهار في اي لحظه. يعني طب برايك سيد عماري شنو هو الحل؟ الحل احنا حقيقه نطلب المسؤولين في الدوله باتخاذ الاجراءات العاجله لكي يتسنى لنا العمل على كفؤ، طبعا توفير البنيه التحتيه السليمه، توريد اعاده تفعيل المحطات المعالجه. حقيقه الامر كما نطالب بصيانة الآلات الموجودة حاليا، هذا الأمر يعطنا كثيرا. طبعا نطالب بإزدادات آلات جديدة، آلات شفط، سيارات شفط، وكما نطلب حتى سيارات نقل المياه، حقيقة نعاني منها، نعاني حتى أيضا من قلة. طيب سيد العماري، في حال عدم الاستجابة لمطالبكم، في رأيك هل سيكون هناك من تصعيد؟ حضرتك كيف معلمنا أنكم دخلتوا في اعتصام تام. احنا بالنسبه لاعتصامنا نحاول نبدأ نوصل الصوره للعالم للحكومه، كما تعلمون بان هي طبعا الشركه مصنفه شركه تجاريه خدميه تعتمد على الايرادات. في ظل الظروف الامنيه اللي مرت على ليبيا الحبيبه وجدنا صعوبه في 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 ايجاد في الحصول على هذه الايرادات، كما نتمنى ان يصل صوتنا من حكومه الوحده الوطنيه دعم الشركه ماديا لكي يتسنى لنا اداره مناطق جميع ليبيا باداء عملها في الوجه المطلوب. نعم، ونحن نضم صوتنا لصوتك. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا السيد خالد العماري رئيس مركز خدمات الجرابولي. شاهدينا فاصل، من ثم لنا عوده، ابقوا معنا. من جديد نرحب بكم. أعلنت إدارة محطة تحلية مياه البحر في طبر خلال بيان رسمي توقف العمل بالمحطة نظرا لعدم الاستجابة للمناشدات التي قدمتها الإدارة للجهات المختصة للنظر في مشاكل المحطة. وبحسب البيان فإن الإدارة كانت قد أمهلت الجهات المختصة عبر مراسلات رسمية في مدة تنتهي مع بدء نوفمبر الجاري لتقديم حلول لمشاكلها، إلا أن هذه المدة لم تأتي بأي جديد. بيان محطة طبرق لتحلية مياه البحر. بناء على اجتماع إدارة محطة التحلية مياه البحر طبرق المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر من العام الحالي، الذي ناقش عدة أمور متعلقة بالمستحقات والمشاكل التي يعاني منها الموظفين والمتمثلة في مجموعة حقوق لم نتقاضاها إلى الآن، منها المرتبات المتأخرة لأكثر من 3 أشهر، وكذلك عدم صرف المستحقات المالية منذ بداية عام 2020 حتى اللحظة. وبناء على المكاتبات والمخاطبات التي وصلت إلى حد المناشدة للجهات المختصة التي قدمها مدير المحطة لعدة مرات، والتي توضح مدى المعاناة التي يعيشها الموظف جراء ما ذكر، الأمر الذي أثر سلبا على الموظفين حيث تراكمت الالتزامات المالية عليهم وقد عجزوا عن توفير ما تحتاجه أسرهم عليه. وبعد الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور تم إيقاف العمل بالمحطة نظرا لعدم استجابة الجهات المعنية محليا وعلى مستوى البلاد. 2، نطالب بنقل التبعية المالية للشركة إلى الخزانة العامة للدولة لضمان استمرار العمل وفقا للآلية المتبعة في البلاد. 3، نطالب بتوفير المواد التشغيلية وقطع الغيار والعمل على إجراء العمارات الجسيمة للمحطة بأسرع وقت ممكن حتى نتسنى لنا إمداد المدينة بالمياه اللازمة. وإذ نطالب رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتبني الشركة العامة لتحلية المياه للميزانية العامة للدولة أسوى بالشركة العامة للكهرباء.
نظم فريق الإرشاد والدعم النفسي بلدية طبرق ندوة للتعرف بأنواع وأشكال العنف التي يتعرض لها الإنسان خلال حياته اليومية مهما كان عمره ووظيفته، وتعتبر هذه الندوة الأولى خلال هذا الشهر، والتي ركزت على عرض عديد أو عدد من التجارب الحقيقية التي تعرضت لأنواع مختلفة من العنف، سواء جسدي أو لفظي أو اجتماعي. طبعا هذا أول نشاط في شهر 11 نوفمبر، وهي ندوة في المركز الثقافي طبرق، وهو العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأسرة وعلى العنف المهني وأيضا العنف الواقع على النازحين والمستأجرين، وكان في إثراء بصدق من الحاضرين، فكانت ندوة يعني وحكوا على تجاربهم الشخصية. ركزنا اللي هو يعني طرق الوقاية، نحتاج طرق الوقاية، وأيضا على تسليط الضوء على فئات تعتبر أو يعتبرها الكثير ما هيش مهمشة أو ما هيش واقع عليها العنف، وهي من ضمن هالفئات فئة المستأجرين واقع عليهم العنف، أيضا النازحين أو نازحات. تحدثت سيدة من مدينة تورغة، معنا أيضا الغرباء اللي يعتبروا يعني غير ليبيين، ومعنا الجالية السودانية. تفاجأنا بمداخلة من سيدة تحدثت عن العنف الأطفال، يعني الأطفال الرضع من الأب، وتعذيبه للكدمات الموجودة على جسد الطفل، وأيضا الإطفاء زي ما يقولوا الدخان أو السيجار على جسد السيدة أم الطفل. فهذه يعني كلنا تأثرنا منها بصدق، يعني تعذيب الرجل للمرأة زوجته والطفل الرضيع بالسيجار بالدخان. وبالعودة إلى توقف مياه التحلية في مدينة طبرق، انضم إلينا مراسلنا محمد شحات. محمد، نرحب بك. منذ فترة سمعنا عن وصول قطع غيار، وهناك حل جزئي لهذه المشكلة. صباح، بداية موضوع محطة تحلية مياه البحر البخارية يعني ليس بموضوع وليد الساعة، هو موضوع له أكثر من سنتين أو ثلاث. قطع الغيار أو التوربينات التي وصلت إلى المدينة كانت مخصصة للمحطة الجديدة المقرر إنشائها بجانب هذه المحطة، والتي ستكون طبعا بسعة أكبر وأيضا بقدرة إنتاجية أكبر، وحتى ستعطي طاقة كهربائية بقدر أكبر. ولكن محطة تحلية مياه البحر الموجودة الآن صباح يعني هي شبه أنها متوقفة. هذه مشكلة. المشكلة الثانية أيضا هناك حتى شعب في مواد التشغيل، ولكن المشكلة الأعظم والمشكلة الأكبر كما تعلمين بأن الشركة العامة لتحلية مياه البحر هي شركة ربحية، الأرباح فيها قائمة على يعني إيرادات شركة المياه والصرف الصحي، الأمر الذي انعكس سلبا على موظفي محطات التحلية في مختلف مدن ليبيا. لربما في الوقت السابق أيضا أو بالعودة إلى الأوراق السابقة رأينا بيانات مختلفة لمحطات مختلفة، منها خليج البومبا ودرنا وزليتن وحتى مصراتة. طيب محمد، ما هو الجديد من بعد الإعلان عن التوقف عن العمل؟ حتى الساعة ليست هناك أي مكاتبات حقيقية، وحتى الساعة أيضا ليست هناك أي خطوات جادة من الحكومة بالدرجة الأولى والتي هي مسؤولة عن هذا الأمر، يعني مسؤولية كبيرة جدا. الأمر الآن أو الخطر الآن أن تعاني طبرق أو تعود طبرق مجددا لأزمة عطش جديدة، هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا هناك بعض الاستغلال من سائقي شاحنات نقل المياه العاملة داخل المدينة، بحيث لاحظنا في خلال هذه الأيام القليلة من إعلان توقف ضخ المياه للمدينة، لاحظنا بشكل كبير ازدياد في أسعار شاحنات المياه، سواء 60 لتر أو 60 بتية كما يعرف محليا، و 75 بتية وأيضا حتى 90 بتية. هناك يعني استغلال كبير لربما لهذه الأزمة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من طبرق مراسلنا محمد شحات. بدعم من منظمة الصحة العالمية نظمت ورشة عمل تدريبية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول التوعية من مرض الدرن، والتي استهدفت عددا من الصحفيين في مدينة سبها. هذا وتمحورت الدورة حول خطورة المرض وكيفية التعامل معه. نحن اليوم في مدينة سبها مع نخبة من الإعلاميين، الهدف من الإعلاميين والصحفيين والكتاب الموجودين في هذا اليوم معنا لمساهمة معنا في رفع التوعية والتثقيف الصحي بالمواطن. عرفنا الدرن
شنو هو الضرر، طرق التشخيص نتاعها، الاعراض نتاعها، كيف المريض يحس روحه، كيف يشك ان هو هذا مرض الدرن، وين يتوجه لهذا الدرن، شنو هي الادوات التشخيصيه لعلاج لتشخيص مرض الدرن، شنو هو العلاج اللي ياخذ فيه المريض. وريناهم المده العلاجيه اللي المفروض انه يلتزم فيها المريض، العلاج المفروض انه ما ينقطعش فيها، شنو دورهم هم كاعلاميين في رفع التوعيه بتاع المواطن انه يكمل العلاج نتاعه وما ينقطعش عن علاجه مده العلاج اللي هي 6 شهور للعلاج. كل هذا ياتي لمشاركة الإعلاميين معنا كأطباء للمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية أو الخطة الوطنية للقضاء على الدرن ومكافحة الدرن في ليبيا. ليبيا من ضمن الدول اللي موجودة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الدرن، نحاول أن نوصل إلى سنة 2035 و2035 نحاول أن نوصل زينا زي باقي دول العالم، يكون عندنا زيرو كيسز، ما عندناش حالات تعاني من نقص العلاج، ما عندناش حالات تعاني من نقص التشخيص، ما يكونش عندنا حالات ماتت بسبب الدرن. خطورة المرض هدايا تتشكل في قوة انتشاره، يعني أمتى نتكلموا عليه مرض معدي بالتنفس بالهواء فاحنا نتكلموا عليه مرض خطير. وخطورته الثانية تتمثل في أنه هو ممكن يقتل أي شخص يصاب به ما لم يتلقى العلاج الكامل والفترة اللي هي مقترحة والقياسية من منظمة الصحة العالمية بجرعة كويسة ولمدة زمنية كافية. هو أستاذ رمضان، وعي المجتمع إلى حد ما يعتبر ضعيف حول هذا المرض، فنلقوا في مجتمعنا ناس تعتقد أن الدرن أو السل انتهى نهائيا، أو أنه هو مربوط بفئة معينة أو مكان معين أو جهة معينة، ولكن الحقيقي والموجود أنه هو مرض ممكن يصيب أي شخص وموجود في مجتمعاتنا بكثرة وفي كل الأماكن، من غير ما نقوله هذا أكثر من هذا أو الجهة هدية أكثر من الجهة الأخرى. في شهر أكتوبر من كل عام يتوافد الناس من كل المدن الليبية للتمتع بجمال وادي درنة وشراء الفاكهة المفضلة لديهم، فاكهة الرمان اللذيذة والمفيدة للصحة والتي تساعد على مكافحة القلق والتوتر، حيث تحمل هذه الفاكهة قيمة غذائية عالية. مراسلنا إبراهيم غضبان زار الوادي وعاد لنا بهذا التقرير. وبدأ موسم الرمان في وادي درنة، خلونا مع بعضنا نشوف قصة الفاكهة هذه وشنو فوائدها الطبية. في وادي درنة وتحديدا في شهر 9 وشهر 10 يزيد إنتاج فاكهة الرمان ويزيد إقبال العائلات من درنة وخارجها لشراء الرمان اللي يتميز بالطعم اللذيذ والفائدة الكبيرة. الناس يجوا لوادي درنة للسياحة والتمتع بالمناظر الجميلة وللعودة لمنازلهم بكمية كويسة من الرمان اللي عادة تكون أسعارها معقولة للجميع. في 3 ب10، في 4 ب10، 5 6، نعم 8. رمان الله يبارك، ما شاء الله يعني متلون جميع، حتى اللي يجي ياخذ يحل يقام من جوا جولة طيبة. نحن نقول اشلفية 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 ان شاء الله. خلونا نشوفوا قصة الرمان في وادي درنة وكيف يهتم بالمزارع بزراعة الرمان. طبعا الرمان الشلفي هذا هو الرمان اللي زي هذه الرمانة، الرمان هذا هي طبعا هنايا في نهاية شهر 10. طبعا الرمان توا وقت وكالة، والرمان توا يتصف بالحلاوة، فهذه الثمرة يسمى فيها رمان شلفي. كلمة شلفي هذه هي مأخوذة منطقة في الجزائر يسمى منطقة شليف أو شلفة، فجابوا منها من قبل التاريخ القديم، جابوا منها الشجرة الرمان هذه وزرعوا منها، وأكثر ما أنجحت هذه الثمرة نجحت في وادي درنة اللي هو وادي الشوار. فنحن نزرع في الرمان عن طريق الشتل أو عن طريق العود. يظل الرمان موسم تجمع للناس من كل المدن الليبية وموسم للفاكهة اللي اشتهرت بها درنة وواديها، وأصبحت جملة رمان درنة تعني الفائدة والجودة العالية والطعم اللذيذ. إبراهيم غضبان، WTV، وادي درنة. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هنا ليبيا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه.